أهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج نور يتزايد. نتكلم عن الكتاب المقدس، سلسلة عن الكتاب المقدس ووحدة الموجودة بين العهد القديم والعهد الجديد من خلال ثبات الرموز اللي موجودة. ابتدينا عن الأرقام، تكلمنا عن رقم 7 ورقم 6، وقلنا أن رقم 7 معناه ثابت في كل الكتاب المقدس، تكلم عن حاجة الكاملة. ورقم 6 ده رقم مرتبط بالإنسان لما يبقى بعيد عن الرب، يعني الإنسان من غير الرب يبقى نقدر نقول عليه رقم 6، لأن 7 رقم الكمال تطرح منها واحد اللي بتكلم عن الرب، يطلع الإنسان من غير الرب. رقم 7 معناه ثابت في الكتاب، إنه بيتكلم عن حاجة غير ناقصة، حاجة كاملة. ولأن الرقم ده مهم، عايز أضيف شاهدين، واحد برضو من العهد القديم واحد من العهد الجديد، هنشوف فيهم إن المعنى بتاع الكمال اللي بيعبر عنه رقم 7 ثابت، نفس المعنى اللي في العهد القديم في الجزء اللي هقراه هو نفس المعنى في العهد الجديد في الجزء اللي هنقراه. تابع معي عزيزي المشاهد في تكوين 4، لما قايين خاف ان يحصل ان ينتقموا منه عشان قتل هابيل، الرب من محبته وعايز يشتغل معاه، فقال له قايين، بيقول الرب: فيكون كل من وجدني يقتلني. دي آية رقم 14. فقال له الرب لذلك: كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. يبقى هنا السبعة هنا معناه أن عدل الرب هيبقى عدل كامل، ده المعنى. يعني أنت ارتكبت خطية، بس أنا اللي حاسبك عليها. يعني ما ينفعش انك انت، الكتاب بيقول: لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء. المؤمن في العهد الجديد ما بينتقمش، ولو في عدل يبقى اللي بيتمم العدل ده البلد، السلطه، لان الكتاب بيقول ان السلطه من الرب، الرب سامح بيها لاجراء العدل. يعني واحد اذاك مش هتاذيه انت مباشره. فهنا في قصة قايين دي مشكلة قايين مع الرب، فطمنه، قال له: أي حد هيقرب عليك أنا هعمل معه إيه، أي حد هيقرب عليك، كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. عدل الرب كامل، وبنشوف العدل الإلهي كامل فين؟ في الصليب. يعني احنا بنشكر الرب من اجل صفاته، ولازم نشكره من اجل البر بتاعه او العدل بتاعه. ليه؟ لان بسبب العدل شفنا الحب. عشان هو عادل فلازم يبقى في عقاب للخطيه، فالعقاب جه على الرب يسوع بدالي، فالعدل خلاني كمال العدل اللي في الله، خلاني اشوف كمال الحب اللي في الله. طيب ده الجزء، ده الآية اللي فيها رقم 7 هنا في تكوين 4 آية 15. جي واحد بقى من ناس قايين اسمه لامك، وده اللي أدخل تعدد الزوجات، لأن في البداية آدم ليه زوجة واحدة هي حواء. قتل، فراح يقول لزوجاته الاثنين ايه، فرحان بقى ومنتشي، واحد خاطي وفرح، بس الكتاب يقول فرح الفاجر الى لحظة، يعني ما يعيش. ففرحان قوي جايب زوجاته عشان يحكي عن بطولته، فبيقول لهم انا قوي، واحد جرحني. ممكن ترانا الآية، آية رقم 23 اللي قالها لامك كده، هو مبسوط مع
اتجوز اثنين مع امرأتي فرحان بقى وكأنه بيتنطط كده ويقول ايه. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة اسمع قولي يا امرأتي يا امرأتي لامك. يعني انتوا بقى تبعي يعني يا زوجات لامك. افتخر باسمي. واصغي لكلامي فاني قتلت رجلا لجرحي وفدى لشدخي. شدخي معناها ضربي او خبطني. يعني واحد جرحه واحد ضربه او خبطه راح موته. واحد ضربه خبطه كده وفتى صغير يعني طب حرام راح موته برضه ومفتخر كده. و يعني شوف عنف الانسان ده بيبقى بعيد عن الرب. يعني زي ما بيقول الكتاب مراحم الاشرار قاسيه. ده حتى لو يعمل رحمه يبقى فيها قسوه يعيرك. وشوف هنا عشان واحد جرحه راح قتله وعشان واحد خبطه راح انهى عليه. قتلت فتى للكلمه الصعبه دي شدخي يعني بتقول انت معناها خبط او خبط. ضربني ايه بقى راح بقى بيفتخر بقى اذا كان ينتقم لقايين سبعة اضعاف. ده اللي يعمل لي انا حاجة الانتقام هيبقى كام 77. يعني هنا بقى عايز يقول يعني اللي هيمسني مش هيلاقي نفسه تاني ابدا ابدا ابدا. طيب انا قلت هقرأ جزئين جزء من العهد القديم وجزء من ايه من العهد الجديد. طيب عزيزي المشاهد شوف الشر بتاع هذا الشخص انه يعني حاجة انتقم وبقول لك لو انت لك علاقة مع الرب اوعى تنتقم لاني وصية الرب لا تنتقموا لانفسكم. ولو جواك مرارة من حد اذاك لازم تروح للرب عشان المرارة دي نتائجها وحشة قوي قوي قوي. لازم تشال منك المرارة والوحيد اللي يشيل منك المرارة الرب يسوع. تروح للرب وتقول له أنا عندي مرارة وعايز أنتقم والكلمة بتاعتك بتقول لي لا ما انتقمش وأحب أعدائكم وباركوا لعينيكم. طب أنا مش قادر. تقول للرب كده تحكي معاه وبكل تأكيد الرب يدي لك ثمر الروح ومن ثمر الروح المحبة بكل أبعادها اللي فيها بعد المحبة الغافرة. طيب ننتقل من تكوين 4 لمتى 18. متى كام 18 والكتاب شوف الترابط. يعني أنا بدي المثل ده ترابط بين سفر التكوين اتكتب قبل انجيل متى بحوالي 1500 سنة وده اتكتب بالعبري تكوين وده اتكتب باليوناني وده اتكتب في صحراء وده اتكتب في بيت بتاع متى. يعني تنوع. متى كتب ايه بقى 18 وعدد 22 وعدد 22. نعم قال له يسوع. لا بس لو تقرا من عدد 21 يبقى كويس. حينئذ تقدم اليه بطرس وقال يا رب كم مره يخطئ الي اخي وانا اغفر له. ده مش هيعمل زي لامك. احنا في العهد الجديد ويسوع دخل قلب بطرس. هل الى 7 مرات؟ قال له يسوع لا اقول لك الى 7 مرات بل الى 70 مره 7 مرات. يعني شوف بقى المقارنة بين هنا 77 وهنا مش 77 ده أكتر بس في رقم 77 برضو فيها رقمين 7 هنا إلى 70 مرة 7 مرات. ده هنا مضاعفات مش مجرد. يبقى العهد القديم الإنسان اللي بعيد عن الرب عايز ينتقم. لا الإنسان اللي مع الرب عايز يسامح ويسامح كم مرة يغلط فيا وسامحه. ده بطرس يعني بيقول له أسامح لك 7 مرات شايفها يعني كتيرة. راح الرب قال له لا بالروح القدس هتقدر تسامحه
70 مرة 7 مرات. شوف الترابط بقى بين تكوين 4 ومتى 18. لما تبقى بعيد عن الرب تبقى عايز تنتقم، لما تبقى مع الرب تبقى عايز تسامح. وكلمة الرب ليك بتقولك مهما كان اللي بيحصل هتقدر تسامح، ومهما تكررت الإساءة هتقدر تسامح. وباسم الرب يسوع ما يبقاش عندنا السخرية بتاعت لامك كده والافتخار بالذات، واللي يعمل لي كذا أعمل كذا، واللي يعمل لي كذا أموته. باسم الرب يسوع نتعلم من الرب، لأن الرب قال تعالوا إلي وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع قلب. وتعلم من الرب المسامحة، رقم 7، لا ده أكتر، 7 كم مرة؟ 70 مرة 7، يعني 70 مرة 7 مرات. يعني أتعلم أن الرب الإيمان، لأني عشان تسامح محتاج إيمان أنك تقدر تسامح. احنا ليه ما بنقدرش نسامح؟ عشان مش مؤمنين أن الرب هيدينا قدرة أن احنا نسامح. لكن الآية دي مدام قالها الرب البطرس، يبقى بطرس هيلاقي جواه قدرة أنه يسامح، مش مرة واحدة. كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى كم مرة؟ 70 مرة 7 مرات. 70 مرة 7 مرات. رقم 7 هكذا نرى في العهد القديم ومرتبط، يعني جزئين مرتبطين ببعض. يعني كان الكتاب بيقول لك اوعى تبقى زي لامك، خليك دايما 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 زي بطرس. بس اضيف صحيح جزء ملهوش علاقة برقم 7، لكن حلو ان احنا نسمعه. ان اخطأ اليك اخوك 7 مرات في اليوم ورجع عليك 7 مرات في اليوم قائلا انا تائب فاغفر له. هنا انا بقرا من لوقا 17 برضو رقم 7، اغفر لي للشخص اللي اساء اليك. فقال الرسل للرب، انا جبت دي ليه بقى؟ عشان الحته دي زد ايماننا. يعني الغفران ايا كانت الاساءه محتاج ايمان. باسم الرب يسوع الحلقات دي تبني ايمانك عزيزي المشاهد، تبني ايمانك ان الرب هيديك راحه كامله، تبني ايمانك ان الرب هيشفيك، تبني ايمانك ان الرب هيسدد احتياجك، وتبني ايمانك ان الرب هيديك تسامح. ولو مش قادر، انا جبت الايه دي عشان تقول للرب زد ايماني، لاني الرب هو مكمل الايمان زي ما بتقول الرساله الى العبرانيين. ناخد بقى رقم تاني. احنا اتكلمنا على رقم 7 ورقم 6، ما نقدرش ما نتكلمش عن رقم 8. رقم 8 اذا كان رقم 6 عبارة عن 7 ناقص 1، فرقم 8 7 و1 زائد 1. فده بيتكلم عن البداية الجديدة، لاني الاسبوع خلص اللي هو 7 ايام وهنبدأ اسبوع جديد. فاليوم ده اليوم الثامن يتكلم عن البداية الجديدة. الرب قال كده، ها أنا ذا صانع أمرا جديدا، وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، وإنسى اللي فات، الأشياء الماضية العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. فرقم 8 بيتكلم عن حاجة جديدة أو بداية مرحلة جديدة. ولما نشوف العهد القديم
عندنا الختان، والختان ده دايما نتكلم عن انتساب الشخص لشعب الرب، يعني حاجة جديدة. ويشاور في العهد الجديد الختان للي بيحصل للشخص لما الخاطئ لما يجي للرب يسوع، بيبدأ بداية جديدة وينفصل عن الماضي بتاعه. فهو الختان يتكلم عن ده، عن بداية جديدة وحاجة بتنتهي. فكان يتم امتى؟ في اليوم الثامن، ده في العهد القديم. العهد القديم بيورينا ان يوم 8 ده يوم مهم. ليه ما قالش الرب يختتن في اليوم السادس بدل الثامن او اليوم التاسع او حتى اليوم العاشر؟ انما تكلم عن اليوم الثامن. فابراهيم مع ابراهيم بدأ الختان. الرب قال له الطفل يختن في اليوم الثامن. طيب ليه؟ لان هما ابراهيم عارف قصة نوح. قصة نوح بتتكلم عن مرحلة جديدة، لان الكون كله اتغرق ما بقيش فيه، وبقي فيه خليقة جديدة، يعني كل حاجة غرقت. وهو كان واخد معاه في نوح في الفلك الحيوانات وكل حاجة كان واخدها معاه، فطلعوا من الفلك لحياة جديدة. طيب ايه علاقة رقم 8 بفلك نوح؟ ده بقى اللي قاله الرسول بطرس بيشاور عليه. فممكن تقرأنا في رسالتين، الرسالة الأولى والرسالة الثانية. في الرسالة الأولى نقرأ الجزء الثاني من آية رقم 20، كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي 8 أنفس بالماء. ونفرح أن الفلك بتاعنا اللي مش هيخلي الدينونة تيجي علينا هو الرب يسوع. يعني احد الرموز اللي في سفر التكوين ده، برضو وحدة الكتاب اللي بتتكلم عن الرب يسوع، الفلك. لان الفلك انقاذ من هلاك جاي بسبب الخطايا. لما دخلوا الفلك خلاص بقوا في امان. وهنا بقى الآية، الفلك يبنى الذي فيه خلاص قليلون أي كام؟ 8 أنفس. طب ليه قال 8 أنفس هنا؟ مرحلة جديدة بقى. لأنه بيتكلم عن مرحلة جديدة. تقول لي عرفت منين؟ ممكن هو قصده أنه عايز يقول أن هم شوية قليلين. لا، أقول لك تعالى معايا لكلمات بطرس اللي بالروح في الرسالة الثانية، وأصحاح كام؟ التاني. وأصحاح 2، وهنلاقي بيتكلم برضو عن نوح، ان الرب لم يشفق على العالم القديم لانه تمادى في الخطية وتمادى الى اقصى حد. مفيش توبة. الرب سابهم سنين، وشافوا الفلك بيتبني في سنين ومحدش تاب. لم يشفق على العالم القديم، يعني لو عشت في الخطية واستمريت تعيش في الخطية مش هترجع للرب. لا، في النهاية هتأتي إلى دينونة، هتأتي إلى عذاب. لكن لو أنت رحت للرب يبقى عندك خلاص من الهلاك، يبقى دخلت الفلك. أنا مع يسوع جوه الفلك. في إيه بيحصل وتدمير في العالم مش مهم. يقول كده الكتاب إيه بقى؟ في بطرس الثانية أصحاح 2، لم يشفق على العالم القديم بل إنما حفظ نوحا ثامنا. الله جاب رقم 8 هنا، يبقى إذن كان قاصد. ليه؟ لأن يعني إيه نوحا ثامنا؟ يعني عايز يقول إن نوح هو آخر واحد دخل الفلك، كان رقم 8 وسط الثمانية. ليه؟ لأن هنا نوح بيمثل الدعوة
للتوبة عشان تاخد الحياة الجديدة. فيقول كده، فعشان كده مرتبط نوح برقم 8، ويقولوا ان نوح ذكر في الكتاب في العهد الجديد 8 مرات. اسم نوح ذكر كم مرة؟ 8 مرات. 8 مرات برضو البداية الجديدة. يعني في ارتباط دايما بين نوح ورقم 8. عشان كأنه بيعني خلاص، يعني قال 8 دخل الفلك، بعدين قال ترتيبه. طب نستفاد ايه احنا ان عرفنا ان هو 8 واحد دخل؟ نستفاد ان الرب يسوع عايز يأمن عليك، يعني ما يبقاش فيه اي شك. وقال الذي يأتي الي، دي آية جميلة جدا اللي في انجيل يوحنا اللي بتعلن حق عظيم في الاصحاح العاشر، انا اعطيها حياة ابدية. الرب يدينا حياة ابدية ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي. لا، انت دخلهم جوه الفلك وبعدين دخل عشان يبقى ما فيش اي فرصة ان حد من العيلة يضيع، وبعدين الرب قفل عليهم الفلك. فهنا التركيز على رقم 8. حلو ان انا اقول ان رقم 8 موجود في اسم الرب يسوع، زي ما شرحنا عن رقم داود في الحلقة، في حلقة سابقة 14، وقلنا ان الارقام مش زيين النهاردة سواء باللغة العربية او الانجليزي، او الارقام غير الحروف. لا، في اللغة اليونانية زي العبرية الأرقام عبارة عن الحروف، يعني حرف ألفا مثلا يعني واحد مثلا، يعني عايزين يكتبوا واحد بيكتبوا حرف، فهنا عايزين يكتبوا رقم. افترض عايزين يكتبوا رقم مثلا 300 وحاجة، يحطوا حروف جنب بعض تعمل الرقم ده، يعني يحطوا حروف جنب بعض تعمل الرقم ده، زي ما حطينا حروف داود أعطت رقم 14 اللي هو 2 في 7. لما نحط بقى رقم المسيح، لا رقم يسوع، كلمة يسوع باللغة اليونانية لما تحط تكتبها باليوناني وكل حرف تحط قيمته قيمته قيمته، يطلع ايه في النهاية؟ 888. يعني تأكيد ان مع الرب يسوع تقدر تطلع من اي مرحلة سيئة وتبدأ مرحلة جديدة. خاطئ لما يجي للرب يسوع بتنتهي مرحلة خلاص ويبدأ مرحلة جديدة مع الرب، لكن مش بس لما يجي الشخص للرب في المرة الأولى، إنما ممكن أنت دخلت في مرحلة صعبة، تعال للرب عشان الرب يخرجك من مرحلة فيها خزي لمرحلة فيها مجد، من مرحلة فيها حزن لمرحلة فيها فرح، من مرحلة فيها فشل لمرحلة جديدة فيها نجاح. فعشان كده اسم الرب عبارة عن 8 8 8. وبعدين لما نروح بقى لإنجيل يوحنا، نلاقي إنجيل يوحنا لما تكلم عن متى ظهر الرب يسوع بعد القيامة، ظهر في يوم اللي قام فيه. امتى تاني ظهر؟ ظهر في اليوم السابع، أول الأسبوع. لا، في أول الأسبوع. أول الأسبوع ده يعني اليوم الثامن، وزي في الموسيقى كده يقولوا أكتاف، يعني خلص وهيبتدي بقى. أنا مش مفهمش في الموسيقى قوي، لكن يعمل كده أكتاف كده فيطلع من نغم
لنغمة أعلى، بداية أعلى. فرقم 8 حتى في الخليقة بيعلن، في الموسيقى بيعلن كده. فالرب ظهر مش في اليوم السابع، لا ما ظهرش في اليوم السبت، ظهر في اللي بعد يوم السبت اللي هو اليوم الثامن، عشان يقول أنا قمت من الأموات كي أعطيكم مرحلة جديدة. يوم 50 اللي حصل فيه النهضة والبداية الجديدة، يعني في بداية طبعا في بداية في يوم القيامة، وفي بداية في يوم 50 ده لما اللي كانوا في العلية بيصلوا امتلأوا بالروح القدس، كان عندهم بداية بقى، بداية بسبب الامتلاء بالروح. ما أنا بيبقى عندي بداية بسبب ان انا عرفت يسوع، اول ما اعرف يسوع بداية، بس عندي بداية تانية اول ما اختبر لأول مرة الامتلاء بالروح القدس. وده اللي حصل في يوم 50، تقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الثاني. تقول لي فين رقم 8 هنا؟ أقول لك 50 دي عبارة، ده عيد يوم 50 عبارة عن 7 أسابيع، وفي الأسبوع الأخير هيبقى 49، اليوم الثامن بتاع الأسبوع الأخير ده، يعني أسبوع جديد، بداية جديدة. عزيزي المشاهد، زي ما مكتوب في سفر رؤيا إصحاح 21، الرب بيقول ها أنا ذا صانع كل أمر جديد. الرب عايز يعمل في حياتك أمور جديدة. تعال نغمض عينينا ونصلي كده، نقول له يا رب كده، مش هبص على الماضي، مش هبص على اللي فات، مش هبص على حالتي، لكن برفع عيني على الإله العظيم الرب يسوع. 8 8 8، انت رب تقدر تعمل كل شيء جديد في حياتي. بسلمك كل شيء يا رب، كل شيء في اسم يسوع، وبستقبل بالإيمان أمرا جديدا تصنعه الآن. أشكرك، أشكرك لأنك عظيم جدا، لكل المجد، أمين. رب يبارككم، وإلى حلقة قادمة من برنامج نور يتزايد. إلى اللقاء. نجاوب على سؤال بخصوص الألوان في الكتاب المقدس. إيه اللي بيخليني كده منتعش باستمرار؟ لما الرب سحق أعطانا الروح القدس. ما يميز السماء هو النقاوة. طب أنا هروح السماء إزاي؟